الفضية للشلفة الذهبية عفوا للجذاع البكار العمانيات. نذكر السادة الفائزين بأشواط الرموز بأن التتويج سيكون بحول الله تعالى بعد نهاية الشوط الخامس، الشوط الذي سينطلق في هذه اللحظات، حيث شاهدنا وكنا شاهدين على موقعة هذا المساء التي حكت لنا عن واقع منافسة قوية جمعت شعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ في ليلة مثيرة، في ليلة كانت أبعادها ألوان عنابية. شوط خامس ينطلق في انتظاره بإذن الله، وسوف يصحبكم بالتعليق على هذا الشوط الزميل سالم بن علي الحبسي. شكرا للأستاذ سعد بن متلع العتيبي. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. هكذا التواصل يأتي في سن الإمتاع، في سن الإبداع، في سن الإيداع. على بركة الله وتوفيقه ينطلق خامس أشواط هذا المساء، وهنا الخاص بفئة الإبكار. مسافتنا المقررة هي 6 كيلومترات، والسيارة تيوتا ستيشن في اكس ار مقدمة للفائز بالمركز الأول. على بركة الله وتوفيقه نسير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في الوطن العربي الكبير عبر قناة الريان الفضائية، نسير إلى الصدارة، ننطلق إلى المركز الأول، الصدارة الأولى. هنا هجن العاصفة، من تأتي مع انفراد لهجن العاصفة يتواجد الواثق حمد بن راشد بن غدير الاكتبي في عملية التضمير والتدريب، بينما المركز الثاني الوصول هنا من ولا وصلت لهجن الشحانية يتواجد العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يأتي ليقدم ولا، ولكن الدخول على المركز الثالث وصل الشعار الأدعم ليتدخل هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام عسيلة عسيلة من هجن الشحانية الذهبي سالم بفاران المري يقدم هذا الاسم، بينما الدخول من الجانب الآخر اللي تدخلت أيضا من الزاوية اليمنى تبحث عن الفوز والانتصار، واجب 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 لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، بينما انتقل مباشرة إلى المركز الخامس. القادمة هنا تغرودة تأتي بشعار هجن الرياسة، حمد بن سعد الأحبابي يقودها هنا في المركز الخامس في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام للخمس المراكز الأولى المتقدمة المتنافسة على الفوز والانتصار. هذه هي واجب اللي غيرت المركز الأول، واجب واجب من هجن الشحانية. يتواجد هنا شبل سالم أو جابر بن سالم بن فاران المري، حدث تغيير هنا، انفراد بدأت تغير لهجن ايضا العاصفة. يتواجد الواثق حمد بن راشد بن غدير ليقدم انفراد هنا، ولكن عسيلة عسيلة يا الذهبي عسيلة وصلت في هذه اللحظات، واحدة من الاسماء القوية التي يعرفها الذهبي جيدا بنوعها الجميل بشكلها الجميل والفريد بالفعل. تأتي هنا عسيلة على المركز الثالث لهجن الشحانية، يتواجد سالم مفاران المري ايضا، ينطلق الذهبي يسير الى المركز الثالث. المركز الرابع وصلت تغرودة من مؤسسة هجن الرياسة التابعة لدولة الامارات، ياتي هنا حمد بن سعد الاحبابي احد شبابنا المضمرين، من يتقدم هنا ويسير مع تغرودة على المركز الرابع. انتقل مباشرة هنا الى المركز الخامس، وصلت مياسة لسمو الشيخ حمدان بن راجب سعيد المكتوم السعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير والتدريب. هذه هي النتيجة، هذه هي الخمس المراكز الأولى، الخمس اللي بهنزان اللقاء. يا سلام يا سلام، الله 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 الله، هكذا النتيجة، هكذا النتيجة مشاهدينا
الاعزاء متابعينا الكرام، اعود الى مقدمة الشوط. انفراد على الصدارة، انفراد على المركز الاول من هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقدم انفراد، هنا عسيلة مع الذهبي من مؤسسة هجن الشحانية يتقدم مع عسيلة. من قدم لنا الاسماء القوية بالفعل؟ ياتي الذهبي. من قدم لنا الوعب؟ هنا في خنجر الجعدان الاذاع العمانيات يقدم عسيلة في هذا الشوط بعد الرموز بالفعل، ولكن تغروده لهجن الرياسة بدأت تتدخل. هنا ياتي حمد بن سعد الاحبابي في عملية التضمير، ايضا انفراد على المركز الثالث، ايضا دخول رائع وجميل لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن زعفرانة وصلت زعفرانة من هجن الشحانية ليتواجد العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من قدم لنا ارتياد؟ من قدم لنا صاحبة الشلفة الذهبية، صاحبة الشوط المفتوح، صاحبة التوقيت الزمني 8:57 الثانية بالفعل، احد الاسماء القوية. هنا ياتي ايضا هنا ويتدخل ايضا العملاق، ولكن المستحيل يقدم هذا الاسم. الظفرة وصلت من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري، وهنا الوصول مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. وصل شعاري هجن الرياسة، وصل شعاري مثايل مع ابو اليمايل، وصل شعاري مثايل على ظهر الشاهينية لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي ظافر المضمرين يتواجد هنا في المرتبة الخامسة. ياتي على المركز الخامس كما قدم لنا مثايل هناك في شلفة العمانيات بالفعل، الشلفة الذهبية مع ايضا هنا علي بن ميل الوهيبي في هذه الامسية. هكذا النتيجة، هكذا الخمسة المراكز الاولى. الله، شوفوا هذا المنظر الجميل، شوفوا هذه اللوحة التي ايضا تأتي بها هذه المؤسسات العملاقة الخطيرة، هجن الرياسة، هجن الشحانية، هجن العاصفة. الله 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 الله، تغرودة على المركز الاول من هجن الرياسة. حمد بن سعد الاحبابي يسير ابو سعد ليقدم هذا الاسم، ولكن زعفرانة العملاق يقدم زعفرانة من هجن الشحانية. يتواجد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، انفراد وصلت لهجن العاصفة العملاقة. ياتي هنا الواثق حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، ولكن الوصول من الظفرة، وصلت الظفرة على المركز الرابع، الظفرة من هجن الرياسة. المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري، وصول من الشاهينية على المركز الخامس لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي، وصل الظافر. هكذا النتيجة، هكذا الخمسة المراكز الأولى، العودة إلى الصدارة، العودة إلى الحماس. بدأت أيضا حرارة الشوط ترتفع والسرعة تزيد مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. الله 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 الله، أقبلنا على الكيلو الأخير، هجن الرياسة مع تغرودة وزعفرانة مع هجن الشحانية، وانفراد مع هجن العاصفة، وهناك أيضا الظفرة لهجن الرياسة الشاهينية، لهجن الرياسة. الأسماء القوية، المؤسسات العملاقة تتنافس في هذا الشوط. الله الله، الكيلو متر الأخير، زعفرانة يا زعفرانة غيرت الصدارة لهجن الشحانية، زعفرانة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن الظفرة لهجن الرياسة. يتواجد المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، بدأ يغير هنا في 800 متر الأخيرة، تحركات انفراد وانطلاقة الشاهينية لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي يقدم هذا الانطلاق. الله 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 الله، انفراد قادم أيضا لهجن العاصمة، ولكن التحديات هنا ما بين زعفرانة والظفرة. الظفرة هجن الرياسة، هجن الشحانية القادمة بكل قوة. هنا يتواجد المستحيل، يتواجد العملاق. الله 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 الله، الظفرة على المركز الأول، 400 متر الأخيرة. روح يا أبو النشمي، روح مع الصدارة يا أبو دياب. الله الله، هذه هي
الظهر من مؤسسة إجن الرياسة، ولكن عسالة وصل الذهبي، ولكن الظهر عسالة، الميتين متر الأخيرة، الأمتار المجنونة، أضرب بالآلي، أضرب المستحيل وروح على الصدارة على المركز الأول، الظهر وعسالة، عسالة الذهبي، المستحيل، عسالة، عسالة تهانينا لإجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار. إذن هنا الشحانية، إجن الشحانية تأتي مع عسالة بالمركز الأول، المركز الثاني الظفرة من هجن الرياسة، المركز الثالث زعفرانة من هجن الشحانية، الشاهينية رابعا من هجن الرياسة، والمركز الخامس وصلت فيه النايفة من هجن الرياسة. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، شاهدنا هذا الانطلاق القوي، شاهدنا هذه التحديات المثيرة. إذن عسيلة هنا تهدي الذهبي سالم بفاران المري هذا الفوز والانتصار هنا بالدخول مع خط النهاية. مشاهدينا ومتابعين الكرام، لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني، 9:11 و9:09 تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لسالم بفاران المري. المركز الثاني 9:12 3:10 الظفرة من هجن الرياسة، تهانينا أيضا لراشد بن محمد السم المنصوري. المركز الثالث 9:15 وفان وتماما وكمالا هي الزعفرانة من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا مشاهدين الأعزاء.